اسمي عبادة محمد صدقي مجدلاوي، سكان الأغوار الشمالية، معلم ألمنيوم وصاحب المحل. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي ضيفي لهذه الحلقه السيد عباده مجدلاوي. بدايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كلك سؤال في البدايه سيد عباده، طبعا حضرتك صاحب ابو صدقي للالمنيوم وبالتحديد في منطقه المنشيه، لتعرفني وتعرف الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. اسمي عباده محمد صدقي مجدلاوي، سكان الاغوار الشماليه، معلم ألمنيوم وصاحب المحل. نعم بالتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر أستاذ عبادة عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع وكيف أنت دخلت على مجال الألمنيوم؟ بداية مجال الألمنيوم لما دخلته عن طريق المركز التدريب المهني. بعد دراسة الصف العاشر دخلنا على المركز التدريب المهني، اخترت قسم الألمنيوم والإحدادة، فتعلمنا بداية بالمحلات، بعدين انتقلنا من محل لمحل، تكتسبنا الخبرة والمهارات الكافية. نعم، بس أصلاً شو هي الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم هون؟ تقديم خدمات زي كل ما بيت أردني يحتاج، من أبواب، شبابيك، مطابخ للبيوت، هاي كلياتها بنعمل صيانة وتصنيع كامل. نعم. من الألف للياء يعني. بس أصلاً شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم تواجهوها بهذا المجال؟ المشاكل والصعوبات اللي بنواجهها مثلاً ارتفاع الأسعار، كل فترة وفترة بيرد يرتفع السعر، يعني كل فترة وفترة بيرفعوا علينا مثلاً سعر الألمنيوم، سعر الزجاج، سعر المواد الخام، كلياتها بترجع من المبدأ من الأساس ترتفع، يصير ارتفاع على صاحب الزبون يعني. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني ماذا ستقول له؟ بتشرف بالتقاء جلالة الملك وبشكره على دعمه للشباب، وبشكر ولي العهد برضه كمان على دعمه للشباب، وان شاء الله الله يكتب لنا ونلتقي فيه ان شاء الله. لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بحب أقدم رسالة شكر لأخوي عبيدة، كان الدعم الرئيسي ببداية الشغل وما قصر معي ببداية فتحة المحل يعني من جانب المادي والمعنوي. نعم. والشكر ثاني لأخوي عمر، يعني ما قصر وقف معي وهو الآن خلف الكاميرا وشايف. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي أكثر وين موقع المحل وطرق التواصل معكم؟ التواصل معنا عن طريق رقم التليفون، وفي لي صفحة على الفيسبوك عبادة الألمنيوم والمنطقة الأغوار الشمالية المنشية. نعم شكرا لك. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر عبادة مجدلاوي على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. شكرا لك. شكرا لك. كلك سلام.